منتخب الكويت الوطني سنترة الكرة شبيب الخالدي. نقول بسم الله هذه المباراة والفوز بالثلاث نقاط. قبل هذه المباراة كانت مباراة قرغنستان والمنتخب السوري، فاز المنتخب السوري شقيق 2-0، ونتمنى النتيجة الإيجابية في هذا اللقاء لصالح المنتخب الكويتي المقدم. كرة مقطوعة لصالح المنتخب الأردني والمحاولة من جهة اليمين والعبور السليم لكن تنشال حلوة من منتخب الكويت خارج الملعب. رمية تيماس لصالح منتخب الكويت الأولمبي. هذه الإعادات لهجمات، لهجمة هذه واحدة من أخطر الهجمات، لكن برافو سعود الحوشي، ولكن محاولة موجودة لصالح المنتخب الأردني والمتابعة من عبد العزيز وادي لصالح منتخب الكويت. ارجاع الكرة بالخطأ والمحاولة لكن تنشال الكرة، ترك اللعبة الأخيرة. شوف هذه الإعادة، الربكة اللي حصلت ابعاد الكرة وتدخل الحوشان مع مهاجم المنتخب الأردني موسى التعمري، اللي أيضا بدوره الحقيقة موسى التعمري. شوف شوف اللعبة، البداية كانت بخطورة، يعني موسى التعمري من أبرز اللاعبين وتم استدعائه. شوف هذا اللاعب لاعب خطر جدا وتم استدعائه من المنتخب الأول المشارك. بيستلمها أيضا نور الدين، كرة تنشال ترجع بالنص والأخطر إلى موسى التعمري اللي بينطلق ناحية اليمين، بيستلم كرة بيتقدم حاول لكن التغطية عذرة من شبيب الخالدي اللي أيضا يعرف الأمور أنه خطر مع هذا اللاعب موسى التعمري. موسى التعمري لاعب خطر، لاعب خطر. شوف لعادة الانطلاقة من وسط الملعب، الانطلاقة سريعة وأخذ المساحة، لكن أيضا برافو شبيب الخالدي اللي تقدم بشكل سريع يقدم المساندة في الشق الدفاعي لأن هو لاعب خطر. جهة اليمين داخل 18 محاولة لكن مشيل الفخوري حارس مرمى المنتخب الأردني، ترجع مرة ثانية والمحاولة موجودة لكن كرة مقطوعة، ترجع مرة ثانية لصالح منتخب الكويت داخل 18 بيحاول يحطها لكن لخارج الملعب. كرة حقيقة حلوة قطعها عبد العزيز الكرة، وهذه كرة ملعوبة لصالح المنتخب الأردني في نص الملعب مقطوعة لصالح منتخب الكويت. الوادي بيلعبها ناحية منصور إلى عيد الرشيدي اللي ينطلق فيها ناحية اليمين، ثم صعب عيد الرشيدي، حلوة كرة عرضية ومحاولة خطرة لصالح منتخب الكويت، حط بالجول، الله جول 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 جول، حلوة حلوة حلوة. فواز عايض، فواز عايض بالدقيقة 20 جول لصالح منتخب الكويت الأولمبي. فواز عايض، فواز عايض، حلوة 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 النقلات الجميلة، حلوة بناء الهجمة الجميلة، وحلوة من فواز عايض، فواز عايض حلوة حلوة، حطها على الطائرة على طول على طول في مرمى منتخب الأردني الشقيق. فواز عايض حلوة حلوة، برافو برافو، هي الهجمة المرسومة، هي اللعبة الجميلة. شوف شوف عيد رشيد، شوف شوف مع سليمان صعب، وانتو على طول لعبها ناحية منطقة الجزاء. شوف حلوة 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 حلوة، فوز عتيبي حلوة حلوة. شوف 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 شوف، جول جول بالدقيقة 20، جول بالدقيقة 20، 1 منتخب الكويت الوطني الأولمبي، 1-1-1. حلوة حلوة حلوة، بداية لهدف يكسر كل الحواجز في أرضية الملعب لتقديم مستوى. كرة ملعوبة، بارك الفنيني يقطعها لكن ترجع مرة ثانية إلى موسى التعمري لصالح منتخب الأردني، بيتقدم لكن يتركها، نقلة إلى محمد زيد، خطرة خطرة، هذه كرة لصالح منتخب الأردني، حلوة الله، برافو برافو سعود الحوشان، برافو سعود الحوشان، لعبة حلوة كانت لصالح المنتخب الأردني، استغل تواجده بشكل جيد الحقيقة من جهة اليسار محمد زيد، لكن برافو سعود الحوشان، سعود الحوشان بيصيده بيصيده، حلوة حلوة المستوى المطلوب منه. وهذه كرة موسى تعمري بمر، كرة خطرة ومحاولة لكن في فاول، في فاول، لاعب خطر فعلا، لاعب خطر موسى تعمري، بينتقل ما بين اللاعبين الثلاثة الحقيقة بانطلاقة سريعة لكن الإعاقة تأتي بقرار حكم المباراة. شوف العداء، شوف العداء، إذا
فهو اللي صالح المنتخب الأردني الأولمبي. موسى بيحطها على المرمى لكن بعيدة. بعيدة. نور الدين رابدة. موسى تعمري بيحاول لكن يضغط. أكثر من لاعب وهذه كرة مقطوعة وترجع مرة ثانية. والكرة إلى أبو جلبوش ينتقل بيحاول يمر مع أكثر من لاعب. ونغلة لكن بدر ذكر الله بيغطي من أمام يوسف أبو جلبوش اللي خارج الملعب. كرة للمنتخب الأردني. هذه كرة الانتقال فيها لصالح المنتخب الأردني. حلوة ما فيها شيء. هات راح المنتخب الأردني حضر الجول. جول. جول. 34 هدف أول. هدف التعادل لصالح المنتخب الأردني الشقيق عن طريق اللاعب ورد البري اللي انتقل بشكل صحيح وسليم بعيد عن الرغبة. بعيد عن الرغبة. ورد البري. ورد البري. يضع الهدف الأول هدف التعادل. ورد هلال البري. شوف الانتقال وضع نفسه اللي كان بعيد عن المتابعة والرغابة من جهة اليمين لصالح المنتخب الأردني. هدف التعادل. هدف التعادل. هدف التعادل. 1-1. عبد العزيز وادي بيشيلها لكن أيضا ترجع مقطوعة لصالح محمد أبو زريق. لصالح المنتخب الأردني. زريق بيمر بيحاول وانتو على طول لكن ولا تطلع الكرة لخارج الملعب. سعادة بيقطعها لصالح المنتخب الأردني إلى محمد زيد جهة اليسار. ينطلق فيها المنتخب الأردني. محمد زيد ياخذ المكان الجيد إلى محمد أبو زريق جهة اليسار. كرة ملعوبة لصالح المنتخب الأردني. خطرة هذه لكن التغطية برافو من عبد بن ناجي. والمحاولة تأتي من محمد زيد أقرب لها سعود الحوشان حارس مرمى المنتخب الكويت الأولمبي. هذا محمد زيد. هذا محمد زيد شغل المنطقة بشكل جيد لأن الرغابة عالية جدا على جهة اليمين. موسى تعمري إذن ترجع مرة ثانية. كرة لصالح المنتخب الأردني والتغطية موجودة. موجودة من منصور العنزي. هذه كرة عرضية مرة ثانية اللعب لكن طويلة بيتابع عيد الرشيدي اللي بيشيلها. إذا صافرت فيومينغ حكم اللقاء الصيني بينهي أحداث الشوط الأول. أيضا فواز عايض إلى مبارك الفنيني لكن ترجع مرة ثانية مقطوعة في وسط الملعب. محمد زيد أيضا اللي راجع ويساند خط الدفاع. الانطلاقة من جهة اليسار. كرة ملعوبة من منصور إلى محمد أبو زريق. حاول لكن تغطية موجودة. برافو المنتخب الأردني الشقيق الأولمبي. كرة ملعوبة طويلة لصالح المنتخب الأردني. أقرب لها أحمد إسماعيل. ترجع مرة ثانية صالح المنتخب الأردني إلى متعب. والمحاولة موسى تعمري داخل منطقة 18. بحب بالعادة لهجمة المنتخب الأردني. موسى تعمري لاعب خطر لكن برافو أيضا تغطية دفاعية من بدر. تنقطع داخل الأردني بالنص. الانطلاقة السريعة الآن ناحية اليسار. موسى ينتقل بمور. موسى تعمري راح بالجول. الله جول. جول. هدف ثاني. هدف ثاني لصالح المنتخب الأردني الأولمبي. هدف ثاني بالدقيقة السادسة من أحداث الشوط الثاني. بالدقيقة 51 من أحداث المباراة. محمد زيد. هدف ثاني. هدف ثاني. موسى تعمري بثاني انطلاقاته في أحداث الشوط الثاني. ينجح إذن موسى تعمري. شوف لعادة. شوف موسى. شوف الانطلاقة سليمة. سرعة أيضا. قوة بدنية الحقيقة يضعها بانطلاقته. ومن ثم محمد زيد الآن استثمر تواجده بشكل سليم في المنطقة المناسبة لاستلام والتسليم في مرمى منتخب الكويت الأولمبي. شوف العداء. شوف موسى. شوف الانطلاق. شوف المرور. الكرة ما بين اللاعبين ومن ثم وصولها إلى محمد زيد. اثنين المنتخب الأردني. واحد. العادة للهدف. منتخب الأردني
الأولمبي أيضا بنفس الأسلوب والطريقة لمنتخب الكويت في هدفه الأول اللي فواز العتين. حقيقة عبد العزيز مروي أتمنى دخوله أن يعطي المجهود الإضافي كما قدم الحقيقة سليمان صعب في الشوط الأول وبداية مجريات الشوط الثاني. إذن دينكو جلينت الكرواتي يعطي أول تغييراته وهذه كرة ملعوبة. المحاولة موجودة ناحية محمد زيد جهة اليسار بينتقل فيها يرجع تلعب إلى نور الدين نغلة طويلة ترجع مرة ثانية إلى الخلف موسى تعمري بيستلم بينتقل بيمر من أكثر من لاعب محمد زيد بيحاول يمر مع منصور العنزي تلعب خارج 18 نور الدين بيحاول لكن بعيدة بعيدة نور الدين رابدة. إذا تغيير أول لصالح منتخب الكويت وتغيير أول لصالح المنتخب الأردني. موسى تعمري الآن مع الكرة الآن بينطلق من جهة اليمين كرة معاه بيحاول موسى تعمري بيلعبها إلى أبو زريق ينقلها إلى يوسف يوسف أبو جريش والمحاولة ممكن تكون فيها خطورة على المرمى لكن بتمر الكرة لخارج الملعب لخارج الملعب لخارج الملعب. هذا اللاعب البديل القادم الجديد عمر أول موسى على التنفيذ أول موسى بيلعبها على المرمى لكن تضرب القائم تضرب القائم الأيسر أحمد ثائر شوف الإعادة كرة خطرة شوف موسى تعمري حطها بيساره لكن ضربت القائم الأيسر شوف الإعادة شوف الإعادة يعني تسديدة موسى تعمري مشعل فواز مقطوعة روابدة كرة منقولة لصالح المنتخب الأردني ناحية اليمين يوسف أبو جلبوز محاولة موسى التعمري على المرمى لكن مرت التعمري أيضا بيحط له كرة على المرمى وما زال لاعب منتخب الكويت الأولمبي أحمد إسماعيل ووصلنا إلى المتبقي التسع دقائق كرة ملعوبة لصالح المنتخب الأردني موسى التعمري ينتقل الآن خطر هذه اللعبة ومحاولة لكن تنشال من بدر ذكر الله. محمد وائل محمد الزعبي اللاعب البديل وهذه كرة ملعوبة لصالح المنتخب الأردني والمحاولة موسى تعمري بيمر ما بين الثلاثة بيحاول ينتقل لكن كرة مقطوعة حلوة العجمي بيقطعها بيلعبها طويلة نائلة عيد الرشيدي وهذه الكرة طويلة لكن أقرب لها المدافع المنتخب الأردني من عبد المحسن شوف الإعادة لمحاولة موسى تعمري اللي طالت من امامه انشط اكثر تواجد في ارضيه الملعب عمر هاني محسن العجمي بيحاول ياخذها لكن تطول اقرب لها ابو جلبوش الى موسى تعمري جهه اليمين موسى بيمر ما بين الاثنين بينتقل خطره بيتقدم محاوله لكن التغطيه موجوده وما زالت مع المنتخب الأردني يوسف أبو جلبوش بمر محاولة لكن برافو عبد العزيز بن ناجي بيشيلها لخارج الملعب رمية تماس وصلنا إلى الدقيقة 85 والخمس دقائق متبقية من أحداث المباراة ممكن أن تأتي وازل عتيبي إلى الفنيني مشعل فواز والكرة مقطوعة لصالح المنتخب الأردني في وسط الملعب الانتقال الى الهجوم عمر هاني هذه خطرة الكرة بيشيل الحوشان والعجمي ايضا بكرات الخطرة على مرمى المنتخب الكويتي الاولمبي بالسلامة فواز عايض بالعادة عمر هاني اللي تابع كرة بين اكثر من لاعب بالسلامة اصابة موسى تعمري يمر بينتقل بيحاول لكنها مقطوعة لصالح منتخب الكويت والمتابعة موجودة
ابو جلبوش وعبد المحسن عجمي حلوه بيقطعها بينتقل فيها في العمق لكن تنقطع. كره لصالح المنتخب الاردني ناحيه اليسار محمد زيد الى ابو جلبوش زيد مره ثانيه نغلات عمر هاني عمر هاني شكر الله والمتابعه موجوده من عمر هاني وعبد المحسن عجمي ايضا يدخل بتغطيه الصحيحه. كره ما زالت موجوده لصالح المنتخب الاردني هذه كره خطره داخل 18 بيرجع فيها الى الخلف خطره تنشات من بعيد لخارج الملعب لخارج الملعب نور الدين رابده تنقطع صالح المنتخب الاردني. موسى تعمري قدم سريع حاول يحط الكره لكن تغطيه موجوده والكره لخارج الملعب مجهز لاعب للدخول تنقطع الكره محمد زيد لصالح المنتخب الاردني في وسط الملعب رابده نقله الى عمر هاني جهه اليسار بينتقل فيها عمر هاني خطره منقوله لكن برافو عبد المحسن العجمي ومنصور العنزي دفاع المنتخب الكويت الاولمبي نور الدين رابده بحاول لعبها مع محمد زيد محمد زيد تلعب الى عمر هاني رابده بيلعبها حلوه والمتابعه موجوده حلوه حلوه ضايع بدل الضايع مشعل فواز لاعب نادي النصر ومنتخب الكويت الاولمبي مشعل فواز فاول لصالح منتخب الكويت انحط على المرمى الله حلوه ابعدها عبد الله الفاخوري حارس مرمى المنتخب الاردني حلوه شوف العاده مشعل فواز حطها على المرمى خطره لكن ابعدها عبد الله الفاخوري لخارج الملعب حلوه حلوه الحقيقه لكن ابعدها الحارس انقذ الموقف توعب بالنص حلوه فواز عايض بيلعبها طويله ناحيه اليسار الى مشعل فواز لكن طويله كره لخارج الملعب لخارج الملعب اذا فيومينغ الحكم الصيني ينهي احداث المباراه بفوز المنتخب الاردني الاولمبي امام المنتخب الكويت الاولمبي.